أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة عبد الله عبد الولي نعمان إن الوضع التمويني للسلع الغذائية مستقر تماما في جميع محافظات الجمهورية، ولا يوجد أي اختناقات تموينية، مؤكدا بأن الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية ثابتة عند مستوياتها في قطاع الجملة والتجزئة. وجهت اللجنة الرقابية العليا اليوم الهيئة العامة للأراضي والمساحات والتخطيط العمراني بتسليم منشأة رأس عيسى النفطية لشركة النفط اليمنية، وقالت الهيئة في التوجيه إنه بناء على قرار اللجنة الثورية العليا بتسليم منشأة رأس عيسى النفطية لشركة النفط، وبناء على رسالة المدير العام التنفيذي لشركة النفط، يتم تشكيل لجنة من المختصين لمسح الأراضي بصورة عاجلة كونها من أراضي وأملاك الدولة ليتم تسليمها للشركة. بلغت كميات القمح الواصلة إلى الموانئ المحلية خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 470,800 طن من القمح، و 41,845 طن من الدقيق، و 43,734 طن من الأرز، بالإضافة إلى وصول كميات كبيرة من الزيوت والحليب ومشتقاته والحديد والإسمنت. ووفق مصدر في وزارة الصناعة والتجارة، فإن إجمالي مخزون بلادنا من القمح يتجاوز 650,000 طن، وبلغ إجمالي الكميات الواصلة من القمح منذ مطلع العام الحالي 1,600,000 طن. يواصل العدوان السعودي استهداف البنية التحتية للاقتصاد الوطني في عدد من المحافظات، حيث دمر طيران العدوان السعودي الغاشم مصنعا للمياه المعدنية بمنطقة الخفي بمديرية سحار بمحافظة صعدة، ما أدى إلى إصابة مواطن وتدمير المصنع بالكامل. وجاء تدمير مصنع المياه بعد يوم واحد من استهداف طيران العدو مشروع مياه سحار وتدميره. هبط سعر الدولار من أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل سلة عملات اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق إقرار الاحتياطي الاتحادي رفع أسعاره أو أسعار الفائدة الشهر القادم. وارتفع مؤشر الدولار 6.3% في الشهر الأخير، مع تنامي احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر من نحو 30% إلى 60%، كما تراجع المؤشر اليوم من 1% إلى 99.535، وانفصل الدولار قليلا أمام الين والفرنك السويسري اللذين ينظر إليهما كملاذة آمنة.